اهلا بيكم في حلقه جديده من دردشه تقنيه من اكسيوم. النهارده هنتكلم عن ثلاث جادجت جداد. اول جادجت البيبي مونيتور، والاكشن كام من اتش تي سي، وثالث حاجه البوكيت برينتر. اول جهاز هو السمارت بيبي مونيتور من ويدنجز. السمارت بيبي مونيتور معمول مخصوص عشان تخلي عينك على طفلك في اي مكان وفي اي وقت. السمارت بيبي مونيتور فيها 3 ميجا بكسل وايد انجل كاميرا، بتسمح لك ان انت دايما تبقى شايف طفلك في اي مكان. كمان البيبي مونيتور فيه امكانيه ان انت تشغل اغاني هاديه عشان طفلك يعرف ينام. ممكن كمان تتحكم في صوت الاغاني وتشغل اضاءه بالليل من البيبي مونيتور عشان طفلك ما ينامش في الضلمه. كل المميزات دي بتتحكم فيها عن طريق الابلكيشن اللي بتنزله على تليفونك، سواء كان ابل او اندرويد. الحلو كمان ان انت هتعرف تتكلم مع طفلك عن طريق الابلكيشن والجهاز. وكمان السمارت بيبي مونيتور تقدر تنبهك عن اي تغيير في درجه حراره او رطوبه في الاوضه اللي فيها طفلك. تاني جادجت معانا هي الري الاكشن كام الجديده من اتش تي سي. الكاميرا بتاعتها بقوه 16 ميجا بكسل، بتصور فول اتش دي وكمان تايم لابس. اللي بيميز الري كمان ان هي ووتر بروف، ممكن تاخدها متر ونص تحت سطح المايه. ممكن توصلها بتليفونك عن طريق الابلكيشن ببلوتوث، وده هيخليك تشوف اللي انت بتصوره بالكاميرا على الموبايل. الكواليتي بتاعت الصور الفيديو عاليه جدا خصوصا بالليل، وتقدر كمان تصور الترا وايد انجل. وزي ما انتم شايفين الكاميرا حجمها صغير جدا، ممكن تحطها في جيبك وتاخدها معاك في اي مكان عشان تصور بيها. وبما اننا بنتكلم على الجادجت الصغيره، هنتكلم على الباكيت برينتر من ال جي. ثالث واخر جادجت معانا النهارده الباكيت برينتر من ال جي. زي ما انتم شايفين حجمها صغير جدا، تقدر تاخدها معاك في اي مكان. كل عليك تعمله تنزل ابلكيشن، تختار صوره وتطبعها. تعالوا نجربها مع بعض. وزي ما انتم شايفين دي صورتي انا والبرنتر. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا من دردشه تقنيه. كل الجادجت اللي اتكلمنا عليها النهارده هتلاقوها في اكسيوم ستورز واكسيوم اونلاين. تابعونا على فيسبوك، تويتر، وانستغرام، وشاركونا على اكسيوم كوميونتي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل. اشوفكم الحلقه الجايه.